وصفة اليوم سباجيتي مع مسلز. زين، استخدمت هذا النوع اول مره، خوش نوع. اوكي، خمس دقائق ماي حار وعليه شويه ملح، وعندي هذا النوع اللي هو السباجيتي، ونوريكم باقي الوصفه. عقب ما سلقناه معكم خمس ست دقائق بالكثير مع ماي ملح، نطلعه نخليه على كتر. اول شيء حطيت الزيت، استخدمت هذا مال اسباني اللي هو زيت بالبصل. اوكي، ما عندكم زيت زيتون عادي. بعدها راح احط البصل، كمية تقريبا فلفلين. اوكي، استمر بالتحريك. بعد ما يتغير لونه راح اضيف الثوم. كنا تعودنا على الستاند، ها اريح احطه واحمس واسوي اللي ابيه، ولا اعطوني ولا لا تعطوني. في هذه المرحلة راح نضيف الثوم، ثوم مهروس مثل ما عودتكم، راح اكتب لكم الوصفة بعدين. شوف هذه المرحلة الحين راح اضيف المسلز او الشل، انتم لكم الخيار، تبوا تخلونه مثل ما هو ولا ممكن نشيل هذه ونحطها. انا صراحة احب هذا المنظر مع السباجيتي وايد احسن، فراح اضيف الشل مثل ما هو. اوكي، اضيفه الحين. نحركها مع بعض، ابي ياخذ من طعم الثوم مع البصل. شوية من ماي السلق مال الشل، او اذا ما تبون تحطون من ماي سلق الباستا كيفكم، بس انا ابي الزفرة تبين يا حالاته كذي. نسكر عليه شوية، خمس دقائق كذي، ونرد. راح اضيف سباجيتي عليه وقلبه، بس نبينا القفشة ما اعطوني اياها، خلينا من زاوية ثانية راح نقلبه معه. سهلة سهلة حق اللي يحب شو اسمه الشيء المصري في السوال هذه، مو شرط تضيفوا له ربيان اذا تبون، جدا سهلة. قلت له الحين عندنا بقدونس راحي، هذا اللي راح يعطيه النضاعة، واخر شيء رشة جبن كارميزان. نضيف البقدونس، نستمر بالتطويل. مثل ما قلت لكم رشة الجبن الكارميزان هذه اختيارية، انا صراحة احب الجبن الكارميزان، بس يعني عالم حق التقديم. بس طبخة ما اخذت حتى ثلث ساعة تقريبا. مرتين ضفت من ماي سلق الشيل، او تبو ماي سلق الباستا، عشان ابيها تصير طرية. ترى المطاعم الايطالية عندهم الباستا ما يسوونها ولدان، احنا نحبها ولدان كلينا. ضفت ملح لان انا سالق الشيل فيه ملح، والباستا نفس الشيء، وجبنة البارميزان ادت الغرض، فما راح نحط ملح. الحين راح اطفي معون القرف. يا سلام، ولا فيها ريحة صفرة، وضقناها. يا سلام، مطعم إيطالي. نزين البقدونس، انتهى الأمر.